تذبذب الوضع الأمني في غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة في ظل غياب القانون والقضاء، حيث شهدت مدن طرابلس ومصراتة والزاوية في الآونة الأخيرة حالات قتل واغتيالات وخطف طالت عددا من المواطنين بسبب عمليات السطو المسلح والانفلات الأمني، إضافة إلى تصفية عناصر من الميليشيات في أكثر من حادثة. مصراتة شهدت تصفية الشابع مرفدان من سكان المدينة من قبل مسلحين بدافع السرقة، وتوفي كذلك أحد تجار العملة من مدينة مصراتة الشاب فيصل بن عمران وهو من سكان منطقة الزروق نتيجة تأثره بإصابته البالغة بعد تعرضه لعملية سطو مسلح من قبل مسلحين. تشهد مدن الغرب الليبي التي تقع تحت سيطرة ميليشيات السراج اشتباكات مسلحة بين الميليشيات فيما بينها بسبب الصراع على مناطق النفوذ ومحاولة كل منهم بسط نفوذه على مناطق أكبر.